على وسط الملعب، سيرس على وسط الملعب. استاذ علي، الان لو تسال 30 فني على مستوى عالي تقول له من افضل لاعب ارتكاز بالعراق بالوقت الحاضر، يقول لك امجد عضوان. امجد عضوان هو احسن لاعب ارتكاز في العراق الان. الان الرجل بالمباراه كان في وضع جيد، يعني بغض النظر انه وصل على الهدف. هسه ما لعب ارتكاز، هو امجد لعب ارتكاز اليوم؟ نعم، لا للامام، لكنه كان ممكن يرجع ويلعب ارتكاز، ممكن شاله ورا الهدف، فريق مسيطر، تعادلنا وكان الفريق وضعه جيد، شاله امجد عطوان، امر غريب، الفريق تلك وسط الملعب، زين ميرخاز دوسكي مع الكويت، تلعب مع الكويت، فريق ما عنده شيء بالامام، تلعبه مسار، اليوم يلعبه وسط يسار. امر غريب يعني، انت الان تعادلت، زين ممكن نسوي الخيار هذا اللي سويته مع الكويت، ايضا لعبت ثلاث مدافعين اليوم. اليوم كابتن ثار كاساس، هل ظلم ميرخاس بهذا المركز من وجهه نظرك؟ ما في شك، ميرخاس واحد من احسن اللاعبين، اذا يلعب ظهير